أهلا بحضراتكم. في يونيو 1941 كانت قوات هتلر تزحف لغزو الاتحاد السوفيتي محمولة على عقيدة عسكرية جديدة فشلت كل الجيوش السابقة في إيقافها. الموضة في الأيام دي كانت الخطوط الدفاعية اللي كانت بتتضمن مواقع للمدافع محاطة بالحصون الخرسانية والمدافع الثقيلة فوق الأبراج وخطوط العوائق المضادة للدبابات. فرنسا عملت خط ماجينو، فنلندا عملت خط مانرهايم، ألمانيا عملت خط سيجفريد، والسوفييت هم كمان عملوا خط دفاعي على حدودهم الغربية أطلقت عليه الصحافة الغربية لاحقا اسم خط ستالين. على أرض الواقع خط ستالين ما كانش خط متصل، هو كان عبارة عن سلسلة من النقاط الحصينة. الطول الهائل لجبهة المواجهة السوفيتية لم يكن يسمح بتغطيتها بالكامل بمواقع للمدافع الرشاشة، ولا كان في مدافع تكفي كل ده. ده السوفييت كانوا بيعيدوا تدوير مدافع الدبابات القديمة علشان تتحول لأبراج مدفعية. وقت الغزو الألماني كان عمر خط ستالين 13 سنة، وكان بيفتقر للدفاعات الحديثة المضادة للدبابات. ولما الاتحاد السوفيتي غزا شرق بولندا سنة 1939 الحدود اتغيرت، وخط ستالين أفرغ من القوات اللي كانت فيه، وبقى مطلوب من الجيش الأحمر بناء دفاعات جديدة في الغرب على الحدود الجديدة. لما الألمان هاجموا الاتحاد السوفيتي الوضع اتغير مرة تانية، واضطر السوفييت يتراجعوا بشكل عشوائي وغير منظم لخط ستالين. والقادة السوفييت كانوا حاطين أمل كبير على أن الخط ده يحميهم من الطوفان الألماني. المواجهة الأولى لخط ستالين مع الألمان كانت مع مجموعة جيوش البانزر الأولى مع قائدها المخضرم الجنرال إيفلد فون كليست. فون كليست في وقت الغزو كان عمره 60 سنة، وكان أكبر جنرالات الجيش الألماني سناً وخبرة. سنة 1940 كان فون كليست بيقود نفس مجموعة البانزر في فرنسا وبيخترق بيها المواقع الفرنسية في سيدان وبيطوق الحلفاء في دانكيرك. يعني قوات فون كليست كان عندها خبرة جيدة في اختراق الخطوط الحصينة، وخط ستالين لم يكن يعرف كيفية التعامل مع هذا الصنف من الحروب ولا هذا الصنف من المقاتلين. فرق الهجوم الألمانية الأولى كانت في العادة عبارة عن فصائل من المشاة والقوات الخاصة مدعومة بوحدات من سلاح المهندسين ومدفعية الميدان الخفيفة. أثناء الهجوم المشاة الألمان كانوا بيعملوا التالي: بيلتفوا حول النقاط الحصينة للسوفييت علشان يعزلوها، وبعد كده يهاجموا الحصون الخرسانية من الخلف باستخدام المتفجرات أو باستخدام قاذفات اللهب لإغلاق منافذها وقتل من فيها. دبابات فون كليست وصلت لخط ستالين عند أكتر من نقطة في وقت واحد. الخطوة التالية كانت هجوم المشاة على خط ستالين. الألمان اخترقوا الدفاعات السوفيتية ببطء، وفي 8 يوليو اخترقوا طريق جيتومير السريع وحققوا اختراق آخر في الجنوب في أستروبول، وانفتح الطريق إلى العاصمة الأوكرانية كييف. بس كل ما القوات الألمانية كانت بتتقدم في الأراضي السوفيتية كانت بتواجه مواقع أكثر تحصيناً وأفضل تخفياً، والحل طبعاً هو دكها بالمدفعية الثقيلة. بعدها جاء الدور على مدينة بيردتشيف الأوكرانية، ولم يكن هناك شيء يوقف الجيش الألماني الرهيب. كل من نجا من قوات الجيش الأحمر انسحب، وكل اللي قدمه خط ستالين هو أنه عطل قوات فون كليست لمدة 4 أيام فقط. وفي صباح 9 يوليو وصلت دبابات فون كليست إلى جيتومير. في برلين بقى رئيس أركان الجيش الألماني كان رأيه أنه لازم يفاجئ كييف ويقتحمها بعنصر المفاجأة باستخدام فيالق الجيش الثالث، ولكن هتلر كانت عنده أولويات تانية. هتلر أعطى أوامره لفون كليست بأنه يتحرك للجنوب للمساعدة في تطويق القوات السوفيتية حوالين أومان، وبكده يبقى فون كليست ما كانتش عنده مهلة زمنية كافية لإسقاط كييف، هم 5-6 أيام بالكتير. وخوفا من سقوط مدينة كبيرة بهذه الأهمية، السوفييت حركوا كل احتياطياتهم تجاه كييف، مظليين وعناصر من الأمن الوطني ومشاة بحرية وأطقم دبابات بدون دبابات، أي حد متاح، كلهم راحوا يدافعوا عن كييف. السوفييت كانوا عارفين أنه الألمان هيهاجموا من ناحية طريق جيتومير، وكانوا مأمنين ضفة نهر إيربين، أي نقطة من النهر هيعبرها الألمان هيشتبكوا معه.
الألمان وصلوا للمنطقة الحصينة حول كييف اللي هي آخر جزء من خط ستالين الدفاعي، وكانت المدينة في حالة استعداد كامل للاشتباك مع القوات الألمانية. كالعادة المدرعات الألمانية كانت بتتحرك بسرعة كبيرة جداً، لدرجة إنها كانت سابقة قوات المشاة بتاعتها بمسافة كبيرة، والمشاة مطلوبين جداً لاختراق دفاعات المدينة. المهلة اللي أعطاها هتلر لفون كليست خلصت، وبقى مضطر للتحرك جنوباً لتطويق القوات السوفيتية في أمان، وفي نفس الوقت كان المشاة الألمان بيخترقوا خط ستالين في الجنوب الغربي. هجوم المشاة كان مدعوم بالمدافع الهجومية الجديدة من مجموعة جيوش الجنوب اللي اشتبكت مع حصون خط ستالين حول مدينة فينيتسيا. والمدافع الهجومية يا جنرالات هي واحدة من إبداع الجنرال إريك فون مانشتاين، مش تصميم المدافع نفسها، تصميم طريقة استخدامها. سنة 1935 قدم مانشتاين تصميمه لهيئة الأركان العامة الألمانية، واللي كان بيتضمن استخدام المدافع الهجومية ذاتية الحركة مع المشاة، مش على إنها دبابات ولا إنها تحاول اختراق الصفوف، لا دي مدافع تصاحب قوات المشاة لتدمير نقاط العدو المحصنة. بس ترتيب مانشتاين إن هذه المدافع تتجمع مع بعضها زي الدبابات في فصائل علشان تبقى عندها القدرة على ضرب دفاعات العدو بشكل مركز. في عام 1940 دخل أول مدفع هجومي ذات الحركة الخدمة في الجيش الألماني باسم شتوك 3، ووضع على هيكل دبابة مزوداً بمدفع قصير عيار 75 ملي. شتوك 3 كان مدرعة بالمعنى الدارج، بالمعنى المفهوم، ودروعه في الحقيقة كانت أقوى من الدبابات كمان، ومش مشكلة خالص أنه يبقى ثقيل الوزن، لأنه كده كده مش مطلوب منه أنه يبقى سريع المناورة. المدافع السوفيتية التقليدية لم يكن لها قبل بالتعامل مع هذه المدافع ذاتية الحركة اللي كانت بتقترب بشدة من مواقع أسلحة العدو وبتقصفها بشكل مباشر من فتحات المراقبة. في 1941 كان عدد هذه المدافع في الجيش الألماني على الجبهة الشرقية قليل، بس بعدين بقت شتوك 3 هي أكثر عربة مدرعة تنتجها ألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية. دفاعات الجيش الأحمر حول لتشييف تعرضت لقصف مدفعي ألماني متنوع شاركت فيه لشتوك 3 برضو، وبعدها تقدمت فرق المشاة ووحدات سلاح المهندسين من مواقعها. بحلول 9:30 مساء تمكن الجيش الألماني من السيطرة على جميع الأهداف المطلوبة، وللمرة الثانية يفشل خط ستالين في التصدي للهجوم الألماني، وهذه المرة ينكشف الجيش السوفيتي ويبقى معرض للتطويق لو ما انسحبش بسرعة. اختراق خط ستالين في لتشييف كان كارثة استراتيجية على الروس. المارشال سيميون بيديوني كان قائد المنطقة الجنوبية الغربية من أوكرانيا، يعني مسؤول عن جبهتين، مسؤول عن مجموعتين جيوش. بيديوني أرسل للقيادة العليا السوفيتية تقرير قال فيه أولاً إعادة الوضع لما كان عليه قبل الغزو الألماني وباستخدام القوات الحالية مسألة مستحيلة، بالعربي إحنا تهزمنا، وثانياً إن استمرار مقاومة الجيش السادس والاثناشر السوفيت في مواقعهم الحالية هيؤدي إلى تطويقهم وإبادتهم، بالعربي يعني لازم ننسحب فورا، اتهزمنا ولازم ننسحب فورا. بوديوني كان متوج بلقب مارشال الاتحاد السوفيتي، وهو عسكري مقرب جدا من ستالين، وكان قائد فيلق فرسان في الجيش الأحمر أثناء الحرب الأهلية الروسية. المشكلة إنه كان لسه فارس، كان لسه مقتنع إن الدبابة دي بدعة ولا يمكن أن تحل محل الخيول في الحرب. من الآخر يعني كان راجل بركة ومغيب تماماً عن حقائق الحرب الميكانيكية الحديثة. المارشال بوديوني طلب انسحاب الجيشين باتجاه نهر الدنيبر، وستالين سمح له، والانسحاب في البداية كان طبيعي وبيتم بسلاسة. رئيس هيئة الأركان الألمانية فرانز هالدر بلغ هتلر قال له الحق، السوفييت بيهربوا من تحت إيدينا. السوفييت في هذا الوقت كانوا بيستخدموا هجمات مضادة شرسة وبيتمتعوا بمهارة معقولة في القتال، وبالتالي قدروا يهربوا فعلا من الألمان. ده السبب بقى اللي خلى هتلر يصدر أوامره لمجموعة فون كليست بالتحرك جنوبا لتطويق الجيوش السوفيتية المنسحبة. في أغسطس أحكم الألمان حصارهم لأمان، واستمرت القوات المنسحبة في قتال يائس لمدة أسبوعين، بس واقعها ما كانش فيه مهرب. النتيجة النهائية لحصار أمان
كان أسر 108 ألف جندي سوفيتي، معظمهم ماتوا من الجوع والمرض في معسكرات الأسر الألمانية. بعد انتصار أومان استكملت مجموعة البانزر الأولى تحت قيادة فون كليست مسيرتها باتجاه الشرق. رغم كل الانتصارات العظيمة دي، فون كليست كان شايف أنهم بعيدين جدا عن الهدف الرئيسي للعملية، موسكو يا جماعة. المهم يعني أنه أخيرا بعد مسيرة 300 ميل وصل مشاة الجيش الألماني السادس، وهم مسلحين حتى الأذقان بقاذفات اللهب والمدافع الثقيلة ومدافع شتوك 3 ذاتية الحركة. وفي 30 من يونيو بدأ الجيش السادس هجوم منظم على الدفاعات الجنوبية للمدينة، والألمان اختاروا دخول المدينة من الجنوب علشان يتفادوا المعارك عند نهر إربين. الجيش الأحمر تراجع ببطء تحت تأثير الهجوم الألماني، وفي وحدات كتير خرجت من مخابئها ولكنها استمرت في القتال. الألمان شقوا طريقهم إلى داخل كييف، وفي الرابع من أغسطس طوروا الهجوم واستولوا على سلسلة من المخابئ بالقرب من فيتا بوشتوفا، وتاني يوم كملوا طريقهم إلى الخط الدفاعي الثاني حول كييف. ولكن هذا التقدم كانت كلفته ثقيلة جدا بالنسبة للألمان. الجيش الألماني كان بيخسر يومياً حوالي 1600 جندي، بس في نفس الوقت خسائر الجيش الأحمر كانت ثقيلة. السوفييت كانوا بيدربوا جنود لمدة أسبوع واحد فقط، وبعدين يشحنوهم على خط الدفاع عن المدينة لسد الثغرات أمام الهجوم الألماني. الجيش ما كانش بيلحق حتى يعمل للجنود دول أوراق، لدرجة إن اللي كان بيموت منهم كانوا بيتعرفوا عليه من بطاقة الحزب أو من دفتر التموين. في 6 من أغسطس بدأ الألمان هجومهم على خط كييف الدفاع الثاني، واليوم ده كان ضباب محدش شايف صباعه. بعد قتال عنيف قدرت القوات الألمانية تخترق الدفاعات السوفيتية وتدخل ضواحي العاصمة الأوكرانية. الألمان كانوا على بعد كيلومترات قليلة من جسر دنيبر في الغرب ومن مطار جولياني. هنا يأتي دور اللواء المظليين الخامس بقيادة الجنرال ألكسندر رودمتسيف، الحاصل على وسام بطل الاتحاد السوفيتي مقابل خدماته في الحرب الأهلية الإسبانية. رودمتسيف كان ضابط شجاع ومحبوب بين جنوده، وبعد سنة ونص من معركة كييف هيبقى واحد من أشهر أبطال الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية بدوره المشهود جدا في الدفاع عن ستالينجراد. ولكن في كييف كان الموقف مختلفا. مع غروب شمس 9 من أغسطس 1941 فتحت المدفعية السوفيتية نيرانها على المنطقة المجاورة للمطار علشان يتسلل وراها رجال رودمتسيف. الألمان تخيلوا أنهم بيتعرضوا لهجوم دفاعي يائس أخير من طيارين المطار، بس اكتشفوا أن المسألة مش كده خالص. مع شروق اليوم التالي تمكنت فرقة المظليين السوفيت من دفع الألمان 4 كيلومترات إلى الوراء، والأهم من كده أنهم كسبوا المزيد من الوقت للدفاع عن كييف، لأن كل يوم كان بيمر كانت بتجيلهم تعزيزات جديدة من الشرق. كل يوم كانت فيه قوات جديدة. يعني مثلا لما حضرتك تراجع وثائق الجيش الأحمر في هذه الفترة هتلاقي إن اليوم ده بالتحديد وصلت فيه الفرقة 284 مدفعية، ده بالتحديد يعني. المهم القتال العنيف اللي حصل عند خط ستالين والأحداث التالية أخروا تقدم القوات الألمانية، ومع كل أسبوع من التأخير كانت القيادة السوفيتية بترسل المزيد من الفرق العسكرية. في النهاية جمعت القيادة السوفيتية كل القوات المدافعة عن كييف في تشكيل إداري واحد حمل اسم الجيش 37، والجيش 37 بدأ هجوم منظم على نطاق واسع ضد القوات الألمانية. الهجوم المضاد السوفيتي قدر يحرر عدد من ضواحي كييف في الجنوب وأعاد تأسيس الخطين الدفاعيين حوالين المدينة. وفي أواخر أغسطس كانت المؤشرات تقول أن الهجوم الألماني قد هدأ وفقد طاقته. أثناء القتال المحتدم كانت مظاهر الحياة داخل كييف مستمرة بشكل طبيعي واعتيادي جدا. سكان كييف ما كانش عندهم تصور عن مدى سوء الوضع على أطراف المدينة، خصوصا مع محاولة السيطرة على الأخبار بين المواطنين. السوفييت في الوقت ده كانوا بيتنفسوا الصعداء لاعتقادهم أنهم خلاص صدوا الهجوم الألماني، بينما في طائرة نقل من طراز يونكرز بتنزل في مطار شرق بروسيا، ويبدو أن الطائرة كانت بتحمل ضيف مهم.
قائد مجموعة البانزر الثانية الجنرال هاينز جوديريان جاء على هذه الطائرة مخصوص علشان يقابل هتلر ويقول له: سيد الفيورر، انت ترتكب خطأ استراتيجي فادح. هتلر كان قلقان من بطء تقدم مجموعة جيوش الجنوب اللي المفروض انها تستولي على المناطق الزراعية في اوكرانيا. السوفيت على هذه الجبهة كانوا بيقاوموا بعنف شديد وسببوا ثغرة في خط الهجوم الالماني. نتيجة لهذه الثغرة انكشف الجناح الجنوبي لمجموعة جيوش الوسط، وفي حاجة كمان كانت مؤرقة هتلر: الغارات الجوية السوفيتية على حقول النفط في رومانيا الحليفة لألمانيا. الغارات دي كانت بتطلع من شبه جزيرة القرم وبتهدد إمدادات ألمانيا من البترول اللازم لتحريك آلتها العسكرية. علشان كده هتلر قرر يحرك مجموعة جيوش البانزر التانية إلى الجنوب علشان تساعد في تطويق كييف والقوات السوفيتية اللي بتدافع عنها. المجموعة دي كانت تحت قيادة جوديريان. جوديريان شاف أوامر هتلر استغرب: العبط ده، احنا هدفنا الاتحاد السوفيتي، عايزين ناخد موسكو ونهدم النظام السياسي والعسكري، وساعتها كل حاجة هتنهار على كل الخطوط وكل الجبهات. وجهة نظر جوديريان في الحقيقة هي نقطة نقاش في الحلقة دي، يعني أنا محتاج رأيكم في التعليقات على الموضوع ده. وجهة نظره إن التركيز على كييف هدر للوقت والموارد في الوقت اللي القوات الألمانية أصلاً بدأت الهجوم على الاتحاد السوفيتي متأخر عن معادها، ودخلت في سباق مع الشتاء الروسي، وأما أدراك ما الشتاء الروسي. هتلر سمع كلام جوديريان باحترام وبتركيز، وبعدين كان رده: أنا عندي شوية جنرالات ما يعرفوش أي حاجة عن الجوانب الاقتصادية للحرب. ده كان رد هتلر. قولوا لي بقى رأيكوا في التعليقات على الخلاف ده، هل هتلر كان عنده حق ولا جوديريان كان صح؟ جوديريان أخذ رد هتلر وتوجه مباشرة إلى أوكرانيا. وعلى بعد 150 ميل جنوب شرق كييف كان الألمان على وشك عبور نهر دنيبر أمام مقاومة ضعيفة من السوفيت. خوف السوفيت الأكبر كان من الدبابات الألمانية اللي كانت لسه بتتحرك بالفعل. جبهة بريانسك تحت قيادة الجنرال أندري ريمينكو تلقت الأوامر بمهاجمة جناح جوديريان أثناء تحركه للجنوب. يريمينكو كان جنرال محترم جدا على فكرة، ضابط مميز، بس كل اللي كان تحت تصرفه شوية دبابات متهالكة ما قدرتش تصمد أمام مجموعة جيوش البانزر التانية. في 10 سبتمبر وصل جوديريان إلى رومانيا على بعد 210 كيلومتر شرق كييف. مع تصاعد خطر التطويق طلبت الجبهة الجنوبية الغربية السوفيتية الإذن بالتراجع، ولكن القيادة العليا في موسكو ترددت، ويبدو إنه كان لسه عندهم أمل إنهم يصدوا تدخل جوديريان وينقذوا كييف. المسافة بين فكي الكماشة الألمانية كانت حوالي 180 كيلومتر. الفك الجنوبي في كرمنتشوغ تشكل بعد ما المشاة الألمان عبروا نهر دنيبر بدون مقاومة سوفيتية. السوفيت ما قاوموش المشاة لأنهم كانوا خايفين من الدبابات فقط، وكده كده دبابات فون كليست كانت لسه بعيد فمش مشكلة. في عام 1941 عين الجنرال كيربونوس ميخائيل قائدا لمنطقة كييف العسكرية، وكان قائد شجاع وسريع ومتحرك، ويحمل وسام بطل الاتحاد السوفيتي مكافأة له على أدائه في حرب الشتاء ضد فنلندا. الجنرال كيربونوس قائد الجيش 37 حاول بكل الطرق إقناع القيادة العليا في موسكو بالقرار الصح، وهو إنه يسحب قواته، وفي كل مرة كان بيقابل بالرفض نتيجة لتعليمات ستالين بالاستماتة في الدفاع عن كييف. بالعكس، دي القيادة السوفيتية كانت بتدفع بالمزيد من القوات إلى كييف. وبينما كانت المراسلات رايحة جاية بين كيربونوس والقيادة السوفيتية العليا، كان سلاح المهندسين الألماني بينقل قوات فون كليست عبر نهر دنيبر على جسر طوله 2 كيلومتر. وبكده بقت الدبابات خلاص وصلت إلى كرمنتشوغ، بينما المخابرات الحربية السوفيتية كانت في سابع نومة. وطلعت شمس الصباح، وبينما السوفيت بيتحضروا لهجوم قادم من الشمال بقيادة جوديريان، كانت الضربة الحقيقية في طريقها قادمة من الجنوب بقيادة فون كليست. جوديريان وفون كليست بدأوا في تطويق الجبهة الجنوبية الغربية، مجموعة الجيوش الجنوبية الغربية بالكامل.
في 13 سبتمبر وللمرة الأخيرة حاول كيربونوس تحذير القيادة السوفيتية العليا من الكارثة الوشيكة، فكان الرد اللي فيه استهزاء كبير، إن مخاوف التطويق دي وهم في دماغك أنت لوحدك. ولكن في 14 من سبتمبر التطويق اللي كان مجرد وهم في دماغ القيادة العليا السوفيتية بقى حقيقة على الأرض. فكايل كماشة بين مجموعتي البانزر الأولى والتانية التحموا معا بالقرب من لخفيستا، وبكده يبقوا حصروا 532 ألف جندي سوفيتي. الكوميديا بقى إنه بعد يومين من هذا التطويق وصل كولونيل شيك كده راجل محترم من القيادة العليا، راح لكيربونوس وبيقول له خلاص طالما أنت مصمم تنسحب اتفضل انسحب. بعد إيه؟ الحقيقة يا جماعة إنه ستالين بيرفض فكرة الانسحاب من حيث المبدأ، لا يختلف كثيرا عن هتلر مهما كانت الضرورة العسكرية، هو خلقته كده، ويا ما أعدم جنرالات لمجرد إنهم طلبوا الانسحاب. وكيربونوس مش راجل عبيط، علشان كده لما جاله أمر الانسحاب طلب تأكيد كتابي على موافقة ستالين على الانسحاب، وأعلن إنه مش هيتحرك بره بوابة كييف من غير تأكيد مكتوب. التأكيد وصل بالفعل في 17 من سبتمبر. بعدها بدأ الجيش الأحمر في إخلاء المدينة خلال 48 ساعة، وكانوا بيتحركوا عبر نهر دنيبر إلى الشرق. تقدم الألمان بقصف عنيف جدا لضواحي كييف، وبعدين بدأوا يعبروا الجسور. السوفييت كانوا بيدمروا الجسور بعد عبورها لمنع الألمان من ملاحقتهم. خلال 5 أيام من القتال العنيف والبائس تفككت مجموعة الجيوش الجنوبية الغربية السوفيتية وتحولت إلى جيوب صغيرة للمقاومة. بعض وحدات الجيش الأحمر صمدت حوالي 10 أيام، وده كان كفاح شجاع لأن الهجوم عليهم كان جاي من كل اتجاه ولم يكن لهم مهرب. بعض الجنود حاولوا الهروب والتسلل عبر الخطوط الألمانية، ولكن أي حد قدر يهرب الألمان اصطادوه عبر الوديان والغابات عن طريق الدبابات والخطوط الألمانية الأخرى. 500,000 جندي في الجيش الأحمر بقوا أسرى في أكبر تطويق في التاريخ العسكري كله. أقل من 20,000 جندي سوفيتي فقط قدروا يهربوا من الحصار. الجنرال كيربونوس نفسه قتل أثناء تنفيذ محاولة هروب، ومعاه رئيس أركانه فاسيلي تيبيكوف وتقريبا كل كبار ضباطه ومساعديه. الجنرال جوداريان كان شايف أنه معركة كييف نجاح تكتيكي عظيم، ولكنه بلا هدف وبلا أهمية استراتيجية، لأن النجاح الاستراتيجي الحقيقي هو إسقاط موسكو قبل حلول الشتاء. أنا برضو لسه مستني رأي حضراتكم في هذا الخلاف بين جوداريان وهتلر. أما عن هذه الحلقة فلم يبقى فيها غير أني أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل علامة الجرس علشان توصلكم الحلقات الجديدة لحظة نشرها، وأدعوكم كذلك للانتساب لعضوية القناة علشان تساهموا في إنتاج مثل هذا المحتوى مع الأعضاء الحاليين اللي بشكرهم وبشكركم جميعاً. وأشوفكم الحلقة الجايه.